حددت وزارة التضامن شروط الحصول على الدفعة الواحدة أو المعاش، وأكد أبو المجد عبد الله رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي أنه لا يجوز للمؤمن عليه أن يختار بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على المعاش إذا كانت مدة اشتراكه في التأمين تعطيه الحق في المعاش، فمن حقه ساعتها أو من حقه أن هو يحصل على تعويض الدفعة الواحدة وبيحسب بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين. أنا بالمناسبة بس في سيدة تقريبا من امبابة، أنا هجيب بياناتها إن شاء الله لو لحقت بكرة، بعتت لي على الفيسبوك قالت لي إنه في تعسف معاها في صرف معاش تكافل وكرامة، والناس يعني بتبقى في الحاجات دي يعني بتفرق معاها، يعني بتسند معاها. إن شاء الله نجيب البيانات بكرة ونحاول حتى الزملاء يتصلوا بيهم ونتابع الموضوع.